حياكم الله مشاهدينا. بالتأكيد حوارنا عنوانه سؤال: كيف يهنأ لنا عيش والمجاعة تفتك بأهلنا في غزة؟ الجواب بالتأكيد لا يهنأ لنا عيش، والله لا يهنأ لنا عيش لا ليلا ولا نهارا. يعني في ظل هالأخبار وهالمشاهد والمجاعة اللي صداها وصل لكل أنحاء العالم، وفي ظل سماعنا لأخبار المساعدات اللي تتكدس في المعابر ودخول جزء يسير منها، ومشاهدتنا لأهلنا في غزة يشتكون من النقص الكبير في المواد الغذائية، نهيكم عن الماء والدواء، لكن أصبح باديا على وجوههم الشحوب وفي حالات وفاة، وخاصة مشاهدينا في شمال غزة، يعني غير عن الحصار وغير عن النقص، المستوطنين المجرمين المتطرفين بيحاصروا الشاحنات الموجودة هناك بمساعدة الجيش والشرطة وبقرار رسمي من الحكومة الصهيونية المتطرفة بأنه تمنع أو يمنع دخول المساعدات. يعني بنتساءل طيب كيف ممكن إحنا نساعد، شو ممكن نعمل، كيف نتأكد فعلاً إنه ممكن في يوم من الأيام توصل مساهمتنا ومساعدتنا لأهلنا في غزة؟ حول هالموضوع مشاهدينا أكيد، وحنتعرف كمان على الوضع في شمال غزة، لكن رحبوا معنا بضيفنا اللي حيشاركنا في هالحوار، الدكتور أمين خالد، وهو عضو الحملة الشعبية الأردنية للإغاثة الطبية في غزة وعضو مجلس نقابة الصيادلة. حياك الله يا دكتور أمين. الله يحييك، يا مرحبا فيكم، شاكر لكم الاستضافة وتعطونا مساحة للحديث حول هذا الموضوع المهم، موضوع الساعة اللي لازم يسلط عليه كل الضوء في هذه المرحلة. بالتأكيد، يعني أهلا وسهلا فيك، وحنستفيد من خبرتك ومن عملك ضمن اللجان اللي بتوصل المساعدات. لكن قبل ذلك دكتور أمين، بدك تسمح لنا حنروح لمشاهد من شمال قطاع غزة أعدها لنا مراسلنا هناك الزميل يحيى خضر، وبعض المقابلات اللي من خلالها حنتعرف أكثر على تفاصيل الوضع في شمال غزة. خلينا نتابع مشاهدينا هالمشاهد من شمال قطاع غزة. نقول حسبي الله ونعم الوكيل على العدو الصهيوني اللي وصلنا لهذه المرحلة. احنا لا اكل ولا شرب، احنا قاعدين بنعيش على الخبيزة وعلى الجزر، ناكل طعام الحيوانات ولا يوجد حتى نفدت طعام الحيوانات. بنعاني معاناة شنيعة، حتى الأولاد الصبح على الأكل ما لقيت لهم شيء، ما لقيت لهم شيء بتاتا. حسوا فينا يا عالم، احنا قايلين إلا ربنا اللي بفضل كرب علينا. جعانين وعريانين في الشوارع، والناس بخيام، وهي السيل بسيل والمطر بتمطر. الطحين، أنا واحدة من الناس أول شهر أكلنا شهر ونص طحين، بعدها لهالحين ما ذقناه ولا حطينا في تمنا، والله العظيم بالمعالج هاي هالحين حتى بدنا نشتري كل أكل فيش، هاي نبلف على السوق أشتري بس حاجة للولاد مش لاقي. وين هضع عنا؟ وين الإسلام والدين؟ مش كل مسؤول عن رعيته؟ مش إحنا رعيتهم؟ ما فيش لا أكل ولا شرب ولا في أي إشي من مقومات الحياة. إحنا اليوم قاعدين بنفتقر لنص كيلو طحين إن نخبزه ولا نعمله مع أي طبخة. لا في طحين، أصبح الناس اليوم معظم الناس بتاكل علف الحيوانات وعلف الدواب، ومحدش مدور علينا ولا حكينا من وين انتو. الناس اليوم ماتت من الجوع، أنا بحكي لك بواقع ناس، إحنا قاعدين من الناس وعايشين الواقع هذا، إحنا جعانين بالله، إحنا جعانين. لا في طحين ولا في أكل، الصابون فيش غسل رجول، واحد فيش نلبس خمجات لو عين علينا ضرب التبسي. يعني حالتنا يعني صعبة صعبة، ولا في أكل ولا في رز ولا في طحين ولا أي حاجة بتدخلوا علينا بالمدارس، وندخلوا علينا إحنا ما بيصحناش أي حاجة. إذن مشاهدينا، هذا هو الحال الذي أصبح عليه وضع أهلنا في غزة، ولا يخفى على أحد. ولكن يعني هذه المشاهد دكتور أمين
يمكن تختصر الوضع، ويمكن الوضع يكون أكثر سوءا من ذلك. صحيح، المتابع للشأن في غزة بتفاصيله اليومية راح يكتشف أن الوضع أسوأ بكثير من اللي ممكن يشاهد في الأخبار. تواصلنا مع أهلنا في غزة بشكل شبه يومي بشتى الوسائل، كإحنا لجنة إغاثة بصراحة بتكشف لنا عن واقع صعب ومرير جدا جدا. إحنا أهلنا في غزة وصلوا تجاوزوا مرحلة المجاعة. تعريف الأمم المتحدة للمجاعة فيش تعريف محدد، لكن طبيا بالحد الأدنى إذا 20% من الأسر ما لقيت حاجتها اليومية من الغذاء في مجتمع معين، يعتبر هذا المجتمع واقع في مجاعة. فإحنا إحنا في غزة، في شمال غزة، في عنا 600,000 مواطن غزاوي يعيش في الشمال تحت الحصار الشديد وتحت وقع هذه المجاعة. والحقيقة يعني إحنا عنوان الحلقة كيف يهنأ لنا العيش. موضوع الهناء هذا شعور. علمان ومشايخنا لما فصلوا في العبادات، واحد من العبادات اللي ذكروها عبادة الشعور. نعم. إني أنا أشعر بجاري. صحيح. أشعر. صحيح. بأخوي. صحيح. ما بيهنأ لي عيش أنا في بلدي أو في بيتي وجاري مش لاقي يأكل، أو صحيح. جاري مش آمن، أو جاري مش سقط في مجاعة. فعلى الأقل كحد أدنى هو الشعور. نعم. وهذا الشعور يجب أن يترجم إلى واقع عملي. جميل. لأنه إذا بدنا نكتفي بالشعور نسمع الأخبار نشوف هيك تقارير ونسكر وبعدين نكتئب ونتضايق 10 دقائق ربع ساعة بعدين نرجع نمارس. صحيح. حياتنا بشكل طبيعي. إحنا حياتنا لازم تمشي، ما فيش خلاف، لكن هذا الشعور لازم أن يترجم. نعم. بخطوات عملية. مطلوب منا إحنا كل واحد، كلكم مسؤول. الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول في مكانه وحسب بمكانه. أنا بعرف بعض العائلات هنا بالأردن مشروع داخل العائلة، كل شيء موجود عندهم منه زيادة خصصوا الزائد عن حاجتهم خصصوا لأهل غزة. نعم. سواء الآن بيخرج الآن، وفي ناس بتقول لك أنا يعني براكم حتى إن شاء الله بس تفرج وإن شاء الله ينتهي هذه الحرب بالنصر بإذن الله وتفتح المساعدات إن نكون إحنا جاهزين. عنا في ناس مخصصين غرفة لجمع المساعدات، بنعرفهم الله يجزيهم الخير، وبيبعثوا بشكل دائم مستمر. نعم. فهذا شكل من أشكال الترجمة. نعم. يعني دكتور أمين، بدي أسفة على المقاطعة. نعم. وحضرتك قلت جار، وأي جار وأي جار، يعني نحن لا نتحدث عن ناس صار عندهم طوفان ولا حد صار عندهم زلزال. نحن نتحدث عن أهل غزة اللي رفعوا راسنا، اللي حققوا نصر الأمة، اللي بدافعوا عن مقدساتنا، اللي أعادوا لنا يعني كرامتنا وعزتنا. هؤلاء يستحقوا مش بس نساعدهم مما يزيد عنا، لا والله لازم إحنا كمان يعني ناخد من أشياء اللي بتلزمنا. صحيح. وحاجتنا ونعطيهم. وحتى أيضا يعني دكتور، هنا حين نشاهد إنه الفعاليات التضامنية تصلهم ويجدوننا مؤازرين، ليس فقط حتى بالمساعدات، نستطيع أن نتضامن معهم بكثير وسائل. لكن بما إنه حوارنا وحديثنا عن موضوع المساعدات، وحضرتك قلت عائلات أردنية، ولأنكم على تماس مع هذا العمل ومع الناس اللي بترسل هاي المساعدات ومستعدة أن تساعد، بدنا نعرف هيك عن الآلية وكيف يتم إرسال المساعدات لغزة بشكل عام وللشمال بشكل خاص. الآليات اللي موجودة عنا للأسف يعني في ظل الحصار الموجود المطبق، يعني هناك يعني زي اللي بحفر بالصخر محدودة. للأمانة الآليات محدودة طبعا. بالدرجة الأولى إحنا الجهة الرسمية المعتمدة عنا لتوزيع وتسليم المساعدات العالمية من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، وزملائنا في الهيئة الخيرية الهاشمية بيبذلوا جهود رائعة بهذا الجانب، وبيحاولوا يوصلوا بأكثر من طريقة. لكن للأسف مساعدات موجودة بكثرة، موجودة عندنا في الهيئة الخيرية الهاشمية، مستودعاتهم هم شغالين على سواء على الخط البري أو على خط الطيران.
عندنا بعض الجهات الموثوقة والشبه رسمية والمرخصة داخل الأردن، نعم، بتشتغل بمشاريع بفلسطين بشكل عام وبغزة من سنوات، زي لجنة المناصرة الخيرية. لجنة المناصرة عندهم وكلاء أو يعني مندوبين من جمعيات محلية بتعاونوا معهم 10 إلى 15 جمعية موزعين على في كل قطاع غزة، شمال وسط جنوب، ومن خلالهم بنفذوا مشاريع. بدأوا حديثا يدخلوا للشمال ويوصلوا للشمال. في جمعيات كثيرة، في مبادرات فردية من أصدقاء أو معارف، نعم، إلو صديق ومعرفي هناك، يكونوا ثقات بيحاولوا بيبعت، ومن خلال هذه الجمعيات بيصير في عملية توزيع مساعدات، سواء طبيخ، يعني في مشاريع طبخ يومي، نعم، للنازح، نعم، لأنه الناس نازحة في المدارس ما في، صحيح، عندها أي مقومات، صحيح، المنازل أو في خيم، نعم، فجمعيات بتطبخ، فاللي بدور يعني راح يلاقي، لكن لازم الواحد يسعى ويدور، نعم. وإحنا إن شاء الله يعني قدر الإمكان نحاول إنه نسد هذا الثغر البسيط، لأنه أهل غزة هم الحاضنة الشعبية للمقاومة، صحيح، والمقاومة في غزة الآن هي السد الأخير الذي يحمي هذا الوطن، صحيح، العربي كاملا، صحيح، صحيح. فبالتالي هذه الحاضنة لا سمح الله إذا كسرت بالجوع والخوف، ترى هم بالخوف ما شاء الله أقوياء، صحيح، وأثبتوا للعالم كاملا، نعم، إنهم يعني يمتلكوا من الشجاعة التي تفوق كثير من الناس، لكن نقاط الضعف لما يكون الإنسان شايف ابنه، صحيح، طفله، الأطفال، الأطفال، نعم، مش لاقين يأكلوا، ما فيش علاج يعالجهم الآن. مستشفياتهم بالمناسبة في الشمال تحديدا كوادر طبية ما في، بمعنى كوادر طبية منهار، نظام الصحي منهار، بعض المراكز الصحية بيداوموا فيها إما طلاب جامعات، طلاب طب وكليات طبية، أو بعض الممرضين اللي بيشتغلوا، نعم، اللي ثبتوا هناك، والقليل من الأطباء اللي ما زالوا، لأنه كان في استهداف للقطاع الصحي، صحيح، حتى بالاعتقالات، وزي ما احنا عرفنا وشفنا مدراء المستشفيات ومجموعة من مجموعات، صحيح، من الأطباء، عدد الأطباء اللي تم اعتقالهم من الكوادر الصحية. فموضوع ضرب الحاضنة، احنا لازم نسند هذه الحاضنة، صحيح، حماية لهم، حماية إلنا، حماية لمشروع المقاومة. هذه بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية، احنا أيام ندخل برمضان، رمضان شهر، صحيح، الخير. احنا بصراحة أو علمائنا أفتوا، طبعا جمهور كبير من العلماء حاليا أفتوا أنه بجواز إخراج الزكاة مقدما عن سنة وسنتين، نعم، وثلاث، حتى بدي أحسب تقريبي زكاتي، جميل، من سنة سنتين، جميل، ثلاث، دعوة للتجار ولرجال الأعمال وأصحاب، يعني هذا منه زكاة ومنه جهاد، بالضبط، فتجاهد بماله، صح، من خلف غازيا في أهله فقد غزا، نعم، فهذه كمان وزي ما حكينا عن حماية الحاضن الشعبي. هذه قضايا، إحنا داخلين على رمضان، هو شهر الخير، شهر المساعدات، شهر الصدقات، نركز فيه، نوجه فيه قدر الإمكان، وإن شاء الله من هون يعني لرمضان ربنا يقر عنا إن شاء الله بانتهاء الحرب وبالنصر. اللهم آمين. يعني دكتور، نشاهد أحيانا بعض الفيديوهات واللي بتخلي الناس يمكن شوي يتراجعوا عن إنهم يقدموا أو يتبرعوا، مثلا لما بيشوفوا مساعدات مكدسة أو تباع في الأسواق، أحيانا في أسواق غير غزة، يعني يمكن في غزة مبرر لهم، أحيانا بيكونوا بحاجة مال، صحيح، مش بحاجة لهذا النوع من المساعدات، فبيبيعها، بعطيها، بيبيعها لحد معه فلوس وهو بياخد الفلوس. لكن البعض بيطرح موضوع إنه طيب هي يقال إنها مثلا البلدان المحيطة هي اللي بتاخدها، فهل هذا الحكي أو هاي المشاهد يعني حقيقية ولا مثلا فيها مبالغة؟ لا، هي شوفي، حتى نكون يعني موضوعيين، قد يكون فيها شيء من المبالغة، وقد تكون بصراحة شكل من أشكال الحرب الإعلامية المعاكسة لتثبيط الناس. يعني قبل فترة تم التركيز على أنه في بعض المساعدات، سيارات الإسعاف اللي كانت موجهة، صحيح، من إحدى الدول العربية الجارة، موجهة لغزة، أنه هذه السيارات الإسعاف استبدلت بقديم كذا، صحيح، لكن الجهة المعنية في الموضوع المتبرعة أثبتت أنه دخلت المساعدة، صحيح، فهذه بيحاولوا في شكل من أشكال الحرب الإعلامية الموجهة، نعم. إحنا لا، إحنا على الأقل في عنا جهات رسمية بتوصل، جهات شعبية بتوصل، جميل، وكلها موثوق، إحنا نعمل اللي علينا
ونخرج نقوم بواجبنا. نعم. تجاه أهلنا في غزة. ويعني قطعا بإذن الله في إشي بوصل كثير إنه كثير منه يوصل قدر الإمكان، لكن في الأخير الحاجة أكبر بكثير 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 مما يصل. نعم. لكن دكتور الجميل في الموضوع إنه الجهات اللي بترسل بتوثق. صحيح. غالبا في كثير صور للمبادرات وبيكونوا حاطين اسمهم إنه إحنا هنا وصلنا للمكان الفلاني، وحتى الطبخ اللي حضرتك تفضلت وحكيت عنه إحنا بنشاهد يعني عمليات طبخ وتوزيع وجبات، فهذا شيء بيبعث على الثقة عند الناس وبيشجعهم. صحيح. هناك توثيق لكل شيء بالمناسبة أو لمعظم المساعدات اللي بتوصل، سواء مواد غذائية، طرود، خضار، مواد صحية حتى للأطفال، حليب أطفال أو صحة الأطفال وخلافه والنساء، كله بيوثق وبيوصل. نعم. جميل. يعني دكتور أمين، أنتم بوصلكم شو أكتر شيء محتاجينه وبتركزوا عليه، مثلا صحيح. حليب الأطفال أو احتياجات أخرى؟ صحيح. أحيانا يعني اللي بيصير إنه بيبعتولنا احتياجات مثلا في منطقة معينة بيكون في نقص شديد، بنحاول قدر الإمكان إنه نغطي هذا الاحتياج. جميل. طبعا الآن الاحتياج لكل شيء، للأمانة لكل شيء احتياج. بدنا نركز على الأطفال، حليب الأطفال، والآن يباع حتى بأسعار عالية جدا. نعم. بتعمدوا الصهاينة إنهم ترى يدخلوا شاحنات تجارية أكثر من شاحنات المساعدات، خاصة الطحين كتير. الطحين شبه الطحين يعني في شمال غزة اللي كانت الأخبار عنها الفترة الماضية كان الرز متوفر، لكن الطحين من شهرين تقريبا شهرين ونص مفقود بالكامل. صحيح. كان في رز لكن ما في طحين. صحيح. الناس فعلا اشتاقت للخبز، بيأكلوا أعلاف الحيوانات. يعني هذا شيء أمر مؤلم جدا جدا أن يصل بهم الحال إلى هذه الدرجة. يعني أحدهم بارح بيحكي بوصل لي خبر إنه في ناس عندهم كانت سخلة أو خروف بيأكلوا أعلافها بطلت، أصيبت بالنحول، اضطروا يذبحوها، كانوا يستفيدوا من حليبها، اضطروا يذبحوها لأن ما بطل في إشي تأكله. نعم. المزروعات الفترة الماضية استفادوا منها، الخضار وزي ما شفنا في التقرير الجزر الخبيزي وخلاف، والآن ترى شبه منتهي يعني. نعم. لأنه هي صافة البديل الوحيد. صحيح. اللي موجود. الحاجة كبيرة. يعني نتحدث عن 4 شهور وأكثر من القصف والاستهداف والحصار، حتى لو كان في أي مقومات يعني ممكن إنها تمدهم بهاي العناصر، أصلا تم تدميرها. يعني الأراضي الزراعية، البيوت البلاستيكية كلها تم استهدافها، دمرت واستهدفت وبشكل متعمد، والمقصود فيها زي ما حكينا قبل شوي استهداف الحاضن الشعبية للمقاومة. هذا يعني هذا هو السبب الرئيسي أو الهدف الرئيسي للاحتلال وأعوان الاحتلال في الخارج اللي نعم. بيساعدوا على هذا. نعم. دكتور أمين، حول المساعدات سؤال أيضا يعني يطرح نفسه، إنه هل المساعدات أغلبها من الفئات أو من الشعب، من الشعوب العربية، أم إنه في الحكومات والأنظمة مثلا بتساهم؟ وشو أكبر حسب علمك يعني مين أكبر المساهمات الشعبية، ولا هالشعب بتبرع والحكومة بتاخده يعني تتبرع به؟ لا، هي المبادرات الشعبية هي الأقوى. نعم. وهي الأكثر تأثيرا. نعم. في الداخل، وهذا التغذية الراجعة اللي بتوصلنا من الأهل في غزة، أنه بالفعل المبادرات الشعبية تحديدا في الأردن ترى لها أثر. صحيح. كبير جدا. صحيح. ويمكن وهذا شيء احنا يعني بنفتخر فيه كأردنيين، وهذا واجبنا للأمانة، انه الأهل في غزة بيحكوا لنا انه الأثر الأكبر لمساعدات أهلنا في الأردن. وزي ما تفضلت في بداية الحلقة، ترى احنا وفلسطين، الأردن وفلسطين واحد يعني. صحيح. صحيح. احنا أقرب الناس. نعم. حتى يعني من كل شعورا، شخصية، جغرافية، كله. صحيح. حالا، واقعا، اجتماعيا. فبالتالي هذا كله الحمد لله رب العالمين نجد من الصدى المساعدات الأردنية الشعبية، بالإضافة للمساعدات الرسمية طبعا، والرسمي اللي بيحاول يدعم هذا الأمر، يعني لها أثر كبير جدا هناك. نعم. ترى بعض الأهل في غزة بيحكوا لنا يعني من خلال تواصل معهم، ترى قالوا والله مرات كلمة واحدة تفرق معنا. صحيح. بوست واحد على السوشيال ميديا بيرفع معنوياتنا. نعم. اتصال، إذا أتيح الاتصال
برنامج بدعمنا نسمع. للأمانة حتى الكلمة لها أثر كبير جدا، بيحتاجين لكل شيء. حكينا موضوع الشعور، ترى هم موضوع المعنويات، معنوياتهم ما شاء الله عالية، لكن زي ما حكينا الاستهداف في الجوع والعطش ونقص الدواء والرعاية الصحية وأساسيات الحياة، ما بقول أضعفهم لكن أضعف أطفالهم، كبار السن، شيوخ. هذا الهدف تبعنا اللي إحنا لازم نشتغل عليه. جميل. يعني بدي أستأذنك دكتور أمين، معنا على الهاتف مراسلنا من منطقة شمال غزة زميلنا يحيى خضر. بداية بنرحب فيك زميل يحيى، وبدنا نشكرك على التقرير وعلى المشاهد اللي صراحة يعني من خلالها وضعتنا في أوضاع أهلنا في غزة وفي المعاناة، حجم المعاناة اللي بيعيشوها نتيجة نقص الغذاء وعدم دخول المساعدات. معنا طبعا هون في الاستوديو ضيفنا الدكتور أمين خالد زميل يحيى، وهو عضو الحملة الشعبية الأردنية للإغاثة الطبية في غزة وعضو مجلس نقابة الصيادلة، وكنا نتحدث حول وصول المساعدات. يعني لو تضعنا في صورة هذه المساعدات، ما الذي يدخل منها؟ بالأمس شاهدنا عدد قليل من الشاحنات دخل، وكانت فرحتنا عظيمة بمشاهدتنا لأهلنا في غزة، يمكن ولو كان جزء يسير ما دخل. نعم دعاء، يعني نعم. حقيقة بداية أرحب بك وبالدكتور أمين ضيفك بالاستوديو. فيما يتعلق بصورة المساعدات التي وصلت منطقة شمال قطاع غزة، وهي عبارة عن شاحنات قليلة دخلت تلك المنطقة لتكون بروباغندا إعلامية يوصلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعالم بأنه يدخل المساعدات إلى شمال القطاع، لكن فعليا تلك المساعدات لا تقدم أي نقطة نحو إنهاء تلك المجاعة أو حتى بادرة خير صح التعبير لإنهاء هذه المجاعة. المساعدات التي دخلت هي عبارة عن معلبات، وتلك المعلبات قد قام الاحتلال بإدخال شاحنات قليلة تعد على أصابع كف مريم كما يقال، هي مساعدات قليلة. المواطنين نتيجة المجاعة ونتيجة انتهاء كل شيء من السوق، فبالتالي يكون الاحتياج كبير، لجأوا من أجل الوصول إلى تلك المساعدات. تلك المساعدات وصلت إلى منطقة أو جزء يسير من المنطقتين الرئيسيتين، منطقة غزة وشمال قطاع، المنتشرة فيها المجاعة. نعم، يعني زميل يحيى، حول المساعدات، هل يمكن أن يعني تصل المساعدات، نتساءل، من مناطق داخل غزة مثلا الجنوب أو الوسط، رغم أنهم بيعانوا أيضا هم من شح المساعدات، لكن ممكن أنه من خلال هاي المناطق يصل للشمال، أم أن هذا صعب ومعرض للقصف والاستهداف؟ تلك المناطق التي تحاول الوصول ما بين مدينة غزة أو إن صح التعبير يعني ما بين شمال غزة وجنوب قطاع غزة. نعم. هذه التقسيمة التي وضعها الاحتلال، محاولة إدخال المساعدات الغذائية من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة، أي بمعنى شمال غزة ومدينة غزة، هي ليست بالمحاولات الصعبة، إنما بالمحاولات المستحيلة. نعم. لأن ما بين تلك المنطقتين هناك خط إمداد يتبع للاحتلال، فتتواجد آليات الاحتلال، تتواجد قوات الاحتلال، وكل من يحاول الوصول أو مغادرة مثلا جنوب قطاع غزة تجاه منطقة الشمال أو حتى من شمال قطاع غزة تجاه الجنوب، يتم استهدافه إما من طريق الزوارق الحربية على طريق شارع الرشيد أو حتى على المحور الآخر محور صلاح الدين. فبالتالي محاولة الوصول للمساعدات من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة بالطريقة أشبه بأنها المستحيلة. السبب في ذلك أن الاحتلال ليس بمعني بإنهاء تلك الأزمة في شمال قطاع غزة ومدينة غزة من المجاعة الحيثية. صريحة هذا اليوم ويوم أمس وكل يوم ننزل إلى الشارع ونتابع مع الناس ونتحدث معهم، يتضح أن المجاعة تزداد يوما عن يوم، أن الألم أكبر يوما عن يوم. كل هذه الأمور تصبح أكثر صعوبة في الحصول عليها والوصول إليها كذلك. السبب في ذلك أن الاحتلال
يضع العراقيل ما بين شمال غزة ومدينة وجنوب قطاع غزة أو حتى إدخال المساعدة. نعم، إذن الأمر يزداد صعوبة، والصعوبة أكيد تكمن في عدم إدخال المساعدات من المعابر، وكذلك بقطع أوصال مناطق غزة عن بعضها البعض وقطع طريق الإمداد ما بين مدن غزة. يعني أنا بدي أشكرك زميل يحيى، وستكون أيضا معنا في مداخلات قادمة إن شاء الله حتى نكون معك في يعني نستطلع أوضاع أهلنا في غزة، وإن شاء الله أنها هذه المأساة تنتهي وتعود إلى غزة الحياة من جديد، وأنتم تحيون أمة بأسرها أهلنا في غزة. شكرا جزيلا لك يحيى. إذن والله يا دكتور أمين، يعني الواحد يحتار ماذا يقول. غزة التي أشبعت هذه الأمة كرامة وعزة صحيح. تجوع أو تجوع بأيدي القريب ذوي القربة قبل العدو. يعني سأترك لك الكلمة الأخيرة. يعني دكتور، احنا الكلام كثير، لكن المطلوب أكثر، مطلوب جهد أكبر على المستوى الرسمي في الضغط بالأوراق اللي موجودة سياسيا، والأردن يمتلك أوراق كثيرة. والأردن استطاع سابقا أن يكون هو الممر والرئة الأساسية لأهلنا في غزة في توصيل المساعدات، ونأمل أن يستمر هذا بشكل أكبر بكثير الآن، لأن الحاجة أكبر بكثير. على المستوى الشعبي زي ما ذكرنا في البداية، كل واحد منا مطلوب. نعم. ما ننتظر، ذكرت رمضان، ما تنتظر رمضان مشان تأخذ يعني تضاعف الحسنات والأجور، لا، أنت أطعم جارك الجائع والمحتاج. نعم. الآن تأخذ بإذن الله حسنات مضاعفة أكثر بكثير. ما ننتظر الوقت، الحاجة للإنسان هو اللي لازم توصل له حاجته، مش لما أنت تقرر. مطلوب منا كلنا أنه نشتغل، نتحرك. نعم. نسعى لسداد ديننا لأهل غزة اللي زي ما تفضلتي هذا الدين في رقابنا. غزة التي يعني أشبعت الأمة عزة وكرامة ونصرا في 7 أكتوبر وما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر، وما زالت يعني ترسم ملامح النصر بإذن الله القادم. فهذا أقل واجب تجاهنا. صحيح. ولما يوقف الإنسان دائما يفكر، لما يوقف يوم القيامة أمام رب العالمين ويسأله ماذا فعلت؟ صحيح. ماذا قدمت؟ نعم. يكون عنده جواب، ما يقول والله أنا حزنت، أنا بكيت. صحيح. أنا ما عرفتش أنام. لا، هذا لا يكفي. أو هذا إني كنت لا أبالي أصلا، أو إني لا أبالي. نعم. هذا لسه يعني. نعم. أكثر بكثير. نعم، أنا يعني بدي أشكرك جزيل الشكر، ولكن قبل أن أنهي هذا الحوار أريد أن أضيف نقطة سريعا. حضرتك قلت إنه الأنظمة تملك أوراق ضغط لتدخل المساعدات ولتنصر أهلنا في غزة، ونحن أيضا نملك أن نضغط على هذه الأنظمة وهذه الحكومات لكي تمارس دورها بحق. نحن الشعوب علينا أن لا ننسى أننا قادرون على أن نكون في الشوارع حتى نلزم هذه الدول بأن تتحرك. صحيح. شكرا جزيلا لك الدكتور أمين خالد، وحضرتك عضو الحملة الشعبية الأردنية للإغاثة الطبية في غزة وعضو مجلس نقابة الصيادلة. شكرا لك. الله يجزيكم الخير. الله، والشكر موصول لكم، وجهودكم مقدرة ومباركة. إذن مشاهدينا، يعني هذا كان حوارنا حول موضوع المجاعة في غزة وفي الشمال بشكل خاص، والمساعدات وكيفية وصولها. سنكون بعد قليل مع الفعاليات التضامنية واللي إلها دور مباشر في أن تصل هذه المساعدات لأهلنا في غزة. فاصل وسنعود، خليكم معنا.